أيها السادة، ولمزيد من الاستعدادات حول التغيرات الجوية، أعلنت بلدية الكويت على استمرار حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي وتفعيل بند الطوارئ المنصوص بعقود النظافة، والذي يتيح للبلدية استخدام الآليات والمعدات على مدار الساعة وتقديم وسائل الدعم المساندة للجهات الحكومية وخدمة المواطنين والمقيمين. أيها السادة، للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف مدير إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت الأستاذ عبد المحسن أبا الخيل. أستاذ عبد المحسن، حياك الله، وجهودكم جهود البلدية واضحة خلال الفترة السابقة التي مرت بها البلاد من خلال التقلبات الجوية. ما جديد البلدية تحسبا لهطول الأمطار؟ أستاذ عبد المحسن، مساكم الله خير. أولا بلدية الكويت اليوم طبعا استمرارا لحالة الطوارئ اللي أعلنت عنها في السابق، تم تجهيز جميع الآليات والمعدات ودمج جميع نوبات إدارات النظافة في المحافظات الست استعدادا لتغلبات الطقس، وطبعا تم تنظيف الشوارع والطرق فضلا عن فتح مناهل صرف الأمطار وتنظيفها، وإنشاء غرفة طوارئ في بلدية الكويت لاستقبال البلاغات التي ترد لها من غرفة الطوارئ المركزية بالدفاع المدني، واستقبال شكوى وبلاغات المواطنين والمقيمين من خلال خط 139 خط الساخن وحسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية مساندتهم، وفي حال وجود أي مساعدة أو مساندة لهم يتم استقبالهم. نعم أستاذ المحسن، هل من آليات جديدة سوف تدخل في يعني وزارة البلدية تحسبا لتغيرات الجو المحتملة في الساعات القليلة القادمة؟ طبعا احنا تم توفير بكات وعمليات الآليات في عمليات خاصة للأمطار، وتم توفير طبعا تراكر مياه سحب للأمطار طبعا وزيادتها في هذه الفترة في جميع العقود، وتوفيرها في هذه الفترة في الطوارئ الموجودة الآن. واليوم طبعا في اجتماع مدير البلدية في الطوارئ المركزي الخاص في بلدية الكويت، واليوم طبعا مراكز النظافة وإدارات النظافة حاليا موجودين في مراكزهم استعدادا لأي طارئ ينشأ في تغلبات الجو. نعم، طيب هل هناك أماكن متوقع أن تحدث فيها يعني برك مائية نرى بلدية الكويت سوف تكون موجودة في تلك الأماكن أستاذ عبد المحسن؟ طبعا تم توزيع هذه الأماكن اللي طبعا عانت فيها الدفاع المدني أن في موجة أمطار قادمة في مواقع في الجنوب والشمال، وتم التركيز في هذه الأماكن، والأماكن اللي حصل فيها تجمعات مياه أمطار ممكن تكون فيها بالفترة القادمة اللي يكون فيها انسداد أو شيء من هالقبيل، تم توفير المعدات والأعمال اللازمة، وطبعا أخواننا في مراكز البلدية موجودين حتى في المناطق السكنية اللي توفير لهم سحب المياه أولا بأول لعملية سير الطرق والساحات. نعم عبد المحسن أبا الخيل مدير إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت، شكرا جزيلا لك.